بيوت الأكبر ما يجي صيتها مكبر يدور الزمن ولا توقف ليالي وقصر المراجل ما يشبه عليه قصر كل عصور على كل مال الشعر في نجد شعبية على كل مال الشعر في نجد شعبية هنا وقف المشهور والشعر المغمور والابداع ذاتي والاحاسيس ذاتية من اول قف نبكي على المضي الملكي الى اخر ما يكتب من قصيده وقفية بنات المشاعر كانها من بنات الحور وتفعل ما تفعل بالقلوب الهواوية وتفعل ما تفعل بالقلوب الهواوية وانا المغرب اللي ما عشق من بنات النور سوى اللي عليه ساد الارواح مبرية ليام الرضي لي ذكره والرجال احضر تشوف السطر لا ثار في راس الرعية كذا الشعر ولا لا يقلط على الجمهور قصيد ما يشعر رأس بيته ما هو ليا قصيد ما يشعر رأس بيته ما هو ليا بيوت الأكبر ما يجي صيتها مكبر يدور الزمن ولا توقف ليالي وقصر المراجل ما يشبه عليه قصر يدله مقل من دار ويدل طرقية وطريك يد أجران مثل النفس في الزور مع الناس له راحة مع الناس له جية مع الناس له راحة مع الناس له جية نبى الطيب وطيبه سوالف طوال اشبار وماجد من اللي ما يسالف فطرية عصمي نص وقراس ومعرف ومنعار وشيخ مكان فصفف الامومية من اعتبه الهلا هل البرق المنشور حكم السعودية على نجد قبل يقوم حكم السعودية هذا مجد الدجران ذا مجد المشهور هذا مجد اللي صارت المجد الكرسية تعال بيمن فعلها ما عليه قصر يمين انت خلي فعل الامجاد حصرية ما هو بيت صنع دور ولا يمثل دور مواجب راس فطرة فيها عفوية مواجب راس فطرة فيها عفوية على اربع جهات الارض يطيري الملكور مع الناس ذكرك يشرح عليك حية يا ماجد سلام الله على راسك المنعور الافعال تبقى ولا الاعمار مكفية انا ارفع لك من صوت ما يشعى من المتجر وانا خبر الرزاق شعر حماسية ولا شيخ ادم جمال مع العالم ومشكور على سنتك امدار فنجان البرية لياقل مقعد قال والذخرة والمنخور من اكبر شيخ الفعل واكبر دواهية يمينه كرمها فالصحن يبني المقهور من ايدها تجرى المواشي غنوية شيخ قام وذا
سير وذا معسور وكل على حسب ظروف الحياة يا وشيخ المراجل يا ابتسم وجهه المسرور ولا عنده الا تام دعوك مقضية واذا صرت امدحه مراجل ودك انحور تفهق عن المنعور وراسك كبرية من الراس يقدح ما يقلب عليه الشر ليا كبرة الدعوة وصارت بصيرية تجرسه يخلي كانه بدون شعور لاثر العزم وقام يزعج عزوية ما سماها متقران في الموقف المحظور سوى فعلهم عند الأمور الحماسية